إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الدرس الثاني في الوحدة الأولى من قيم خالدة. هنتكلم النهاردة عن حب الوطن. عندنا الشخصية اللي عندنا اسمها أمير. أمير ده كان بيحب مادة الدراسات، فهنشوف النهاردة هو عمل ايه عشان يعبر عن حبه لمادة الدراسات. فبنقول: يهوى أمير مادة الدراسات الاجتماعية حيث يتعرف تاريخ بلاده. لما نيجي نحط هنا سؤال نقول ايه؟ ما المادة التي يهواها أمير؟ يهوى أمير مادة الدراسات الاجتماعية. طب ليه هو بيهوى مادة الدراسات الاجتماعية؟ لأنه بنقول ويستخلص العبر من سير العظماء ويتعلم الوفاء والعطاء والتضحية والتعاون مع الآخرين. فبنقول ماذا يستخلص أمير من سير العظماء؟ بنقول يستخلص أمير من سير العظماء يستخلص أمير من سير العظماء العبر. طيب هو بيحب مادة الدراسات ليه؟ بيقول: ما فائدة مادة الدراسات الاجتماعية، أو لماذا أحب أمير مادة الدراسات الاجتماعية؟ قلنا لأنه يتعرف على تاريخ بلاده ويستخلص العبر والعظات من سير العظماء ويتعلم الوفاء والعطاء والتضحية والتعاون مع الآخرين أو من الآخرين. يتعرف على أرض بلادي وثرواتها الطبيعية وخيراتها الطيبة. يتعرف المعالم السياحية التي يفد إليها السائحون من كل مكان. طب بيقول، نرجع للقطعة تاني، بيقول: فقد صمم ألبوما لهذه الشخصيات. طيب يبقى عمل إيه عشان بيعبر عن حبه لمادة الدراسات؟ نيجي نحط سؤال على القطعة دي ونقول: ماذا فعل أمير ليعبر عن هواياته لمادة الدراسات؟ قلنا صمم ألبوما لشخصيات العظماء. بيقول بقى كمان، احنا قرينا وقلنا ان الشخصيات دي ادت خدمات جليلة للوطن. كما ان امير يحب الدراسات لانه يتعرف ارض بلادي وثرواتها الطبيعية وخيراتها الوفيرة، زي السؤال اللي احنا قلناه اللي هو لماذا احب امير مادة الدراسات. ان لانه يتعرف تاريخ بلاده، يستخلص العبر والعظات من سير العظماء، يتعلم الوفاء والعطاء والتضحية والتعاون مع الآخرين أو من الآخرين، يتعرف على أرض بلاده وثرواتها الطبيعية وخيراتها الطيبة، يتعرف المعالم السياحية التي يفد إليها السائحون من كل مكان. طب بيقول إيه بقى؟ التي يفد إليها السائحون من كل أرجاء الأرض ليشاهدوا روعتها. يبقى لما نيجي نحط سؤال هنا نقول إيه؟ من أين يفد السائحون إلى بلادنا ولماذا؟ ليه هم بيجوا عندنا وليه؟ أو بيجوا منين وليه؟ بيقول يفد السائحون الى بلادنا من كل ارجاء الارض، يعني من كل ناحيه من نواحي الارض. ليه بقى؟ ليشاهدوا روعه معالمها السياحيه. يبقى بيقول: وذات مساء عرض امير الالبوم على والده فسر به كثيرا ودار بينهما الحوار التالي. يعني في يوم بالليل كده امير عرض الالبوم على والده، فطبعا والده سر به كثيرا. الاب قال له: ايه ماذا اعجبك في هذه الشخصيات يا امير؟ امير: اعجبني فيها ما قدمته للوطن من اعمال عظيمه. يبقى لما نيجي نحط سؤال ويقول ايه، ما الذي اعجب امير في شخصيات البوم الوطنيه؟ يقول اعجبه ما قدمته للوطن من اعمال عظيمه. بيقول الاب ان هذه الشخصيات ترد بعض افضال الوطن عليها. طبعا امير ما فهمش الكلمه دي، فقال له: اريد شرحا يا ابي. قال له ايه؟ الاب قال له: ان هؤلاء قد شربوا من نيل مصر. يعني الناس العظماء دول شربوا من نيل مصر وعاشوا في كنفها وجدوا فيها السكينه والامان. يبقى لما يجي نقول ليه الشخصيات دي احبت مصر، هنقول لانهم شربوا من نيل مصر وعاشوا في كنفها وجدوا فيها السكينة والأمان. يبقى لما أجي أشوف السؤال التاني اللي عندي كده، لماذا أحبت هذه الشخصيات مصر؟ قلنا لأن هذه الشخصيات قد شربت من نيل مصر وعاشت في كنفها وجدت فيها السكينة والأمان. طيب ليه الشخصيات دي بتقدم أعمال عظيمة للوطن؟ قلنا لأنها ترد بعض أفضال الوطن عليها. اللي هم إيه بعض أفضال الوطن عليها؟ اللي هم إن هم شربوا من نيل مصر وعاشوا في في الأمان والسكينة بتاعتها. طب لما يجي أقول ما رأيي، أو لمن الصور التي كان أمير يجمعها؟ صور لشخصيات أدت خدمات جليلة للوطن. طب ما رأي والد أمير في هذا الألبوم؟ سر به كثيرا ونال إعجابه.
طب لما ايه اللي اعجب امير، ما الذي اعجب امير في هذه الشخصيات؟ اعجبه ما قدمته هذه الشخصيات للوطن من اعمال ايه عظيمة. طب ايه فضل الوطن علينا بقى؟ قلنا مش هما بيقول هو بيرد افضال الوطن عليه، ايه فضل الوطن علينا كلنا؟ للوطن افضال عظيمة علينا، شربنا من ماء نيله العذب، واكلنا خيرات من ارض الخصبة، وعشنا في كنفه وحماه، يعني في حمايته، ووجدنا فيه السكينة والايه والامان. نشوف القطعة اللي بعدها، بيقول الأب: نعم يا أمير، إن بيتك هو وطنك وشارعك ومدرستك وحيك ومحافظتك وكل مكان في مصر ملك لك وأنت ملك له. قالت أميرة في براءة، أميرة قالت في براءة كده يعني: هل الأهرام ملك لنا؟ قالت له: يا بابا، هو الأهرام دي ملك لنا؟ ابتسم الأب وقال لها: إيه، الأهرام والمعابد والآثار والمصايف والمشاتي والمدارس والمستشفيات ووسائل المواصلات ملك لكل إيه مصري. الأب قال: إن كل ما تحت سماءنا وفوق أرضنا هو ملك لنا. قال: كل اللي تحت سماءنا والأرض فوق الأرض عندنا ده ملك لنا، ويجب أن نحافظ عليه. يبقى الواجب بتاعنا إن إحنا نحافظ إيه عليه. أمير، الآن فهمت سبب تضحية الكثيرين بأرواحهم من أجل الإيه الوطن. قال له: أنا دلوقتي فهمت الناس بتضحي ليه أو بتضحي بأرواحها ليه، من أجل الإيه الوطن. الأب: لذلك يا أمير يجب أن نعمل على تقدم وطننا ورفعته بالعمل والمثابرة والإيه والإصرار. قال له إن إحنا لازم نعمل على تقدم الوطن ده. هنعمل على تقدم وطننا إزاي ورفعته؟ بالعمل والمثابرة والإيه والإصرار. لما بيجي لي سؤال كيف نعمل على تقدم وطننا، يبقى نعمل على تقدم وطننا بالعمل والمثابرة والإيه والإصرار. بعد أن أنهى الأب حديثه، اندفع أمير في عزيمة وإصرار يؤدي واجباته. أمير بعد ما سمع كلام الأب وأنهى الحديث معاه، راح في عزيمة وإصرار، يعني في ثبات وعزيمة يؤدي إيه واجباته. ليه بقى هيؤدي واجباته؟ أملا في أن يغمض عينيه ويفتحهما. عنده أمل إن هو لما يغمض عينيه ويفتحهما فيجد نفسه قد أصبح إيه شابا، ليرد إلى وطنه بعض أفضاله عليه. يعني أمير كان عايز يغمض عينه ويفتحها يصبح إيه شاب، يرد إلى وطنه بعض أفضاله إيه عليه. نشوف الأسئلة اللي على الفقرة دي، نقول إيه بقى؟ بما رد الأب على سؤال أمير: هل البيت وطن؟ الأب: نعم يا أمير، إن بيتك هو وطنك وشارعك ومدرستك ومحافظتك وكل مكان في مصر ملك لك وأنت ملك له. بيقول أمير إيه بقى؟ الأمير: الآن فهمت سبب تضحية الكثيرين بأرواحهم من أجل الوطن، فما هذا السبب؟ ضحوا بأرواحهم جهادا وحفاظا على وطنهم وردا لبعض أفضال الوطن عليهم. السؤال اللي بعده بقى بيقول: لماذا تمنى أمير أن يصبح شابا ليرد إلى وطنه بعض أفضاله إيه عليه؟ طب كيف يرد فضل كيف يرد الإنسان فضل وطنه عليه؟ يحافظ عليه ونضحي بأرواحنا من أجل سلامته، ونعمل على تقدمه ورفعته بالعمل والمثابرة والإيه والإصرار. ومهما يعمل الإنسان لن يوفي الوطن حقه. ماذا فعل أمير بعد أن أنهى الأب حديثه؟ اندفع أمير في عزيمة وإصرار يؤدي إيه واجب. درس هناخد الكلمة ومعناها: يهوى يعشق ويحب، يستخلص ينتقي ويستنتج، العبر العظات، سير تاريخ حياة الإنسان، العطاء المنح والهبات، صمم خطط ونفذ، التضحية بذل النفس والمال، جليلة عظيمة، الطيبة الحسنة الطاهرة، يفد يأتي، أرجاء أنحاء، روعتها جمالها، سرة سعد وفرحة، أفخر به أتباهى به، كنفها حماها ورعايتها أو رعايتها، السكينة الهدوء والاستقرار. معظم الكلمات اللي بتيجي في الامتحان: العبر العظات، والعطاء المنح والهبات، والتضحية بذل النفس والمال، يفد يأتي. دي معظم الكلمات اللي بتيجي في الامتحانات. عندي كمان الكلمة معناها: يأويك يحميك، نحافظ نرعى ونهتم، رفعتي علو وتقدمه، المثابرة المواظبة، حديثه كلامه، اندفع تقدم بسرعة، يغمض يغلق عينيه، عزيمة جد وإرادة قوية،
اصرار ثبات. كده يبقى احنا خدنا الكلمة وايه ومعناها، وقلنا ان الكلمة ومعناها الحاجات اللي بتيجي في الامتحان، اكترها العبر العظات، العطاء المنح والهبات، التضحية بذل النفس والمال، كان فيها حماها او رعايتها، السكينة الهدوء والاستقرار، المصابرة المعظمة، عزيمة جد وإرادة قوية، إصرار ثبات. دي معظم الكلمات اللي بتيجي في الإيه في الامتحان، بيقول لك هات الكلمة وإيه ومعناها. بعد كده هناخد الكلمة ومضادها، يهوى يكره، يتعرف يجهل، العظماء الحقراء، الوفاء الغدر، العطاء الأخذ، جليلة حقيرة وضعيفة، الطبيعية الصناعية، الطيبة الخبيثة، يفد يرحل، مساء صباح، سرة حزنة، التالي السابق. وبرضو يهوى يكره دي، والوفاء والغدر والعطاء والأخذ وسرة وحزنة، دي ما برضو بتيجي في الايه الكلمة المضادة دي، بتيجي في الامتحانات برضو. دي معظم الكلمات دي بتيجي في الايه في الامتحانات. وفي كمان عندي الأمان الخطر الخوف، أفخر أتواضع، السكينة القلق، يأويك يطردك، تقدم تخلف وتأخر، مصابرة انقطاع، أنهى بدأ، اندفع تريث أو أبطأ، إصرار تردد. بعد كده هنشوف الكلمة وجمال او بنقول معناها، او المفرد وجمعها، المفرد والجمع بتاعه. يبقى لو قلت الكلمة وجمعها صح، لو قلت المفرد والجمع ايه صح. المادة المواد، الدراسة الدراسات، تاريخ تواريخ، بلد بلاد او بلدان، العبرة العبر، سيرة سير، العظيم العظماء، البوم البومات، الشخصية الشخصيات، جليلة جلائل، خدمة خدمات، صفحة صفحات، الوطن الأوطان، ثروتها ثرواتها، المعلم المعالم، السائح السائحون. خلي بالك دي اسمها المعلم مش المعلم، المعلم المعالم، المعلم اللي هو الأثر يعني، يبقى الجمع بتاعها الايه المعالم بمعنى الايه الآثار. بعد كده عمل أعمال، حي أحياء، رسالة رسائل، فضل أفضال، نيل أنيال، كنف أكناف، سماء سماوات، المصيف المصايف، روح أرواح، حديث أحاديث، المعبد المعابد، المشتى المشاتي، أجل آجال، عظيمة عزيمة عزائم، الأثر الآثار، واجب واجبات. ويبقى كده خلصنا درس حب الوطن بالأسئلة بتاعته بالمفردات إيه بتاعته. بعد كده هنبقى نشوف التدريبات إن شاء الله.